أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل صحت الآثار عن السلف الصالح أنهم يفوضون معنى آيات الصفات ويتأولونها؟ يفوضون الكيفية، أما المعنى فلا يفوضونه بل يفسرونه ويبينونه، فالمعنى معلوم، وأما الكيفية فهي غير معلومة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: الاستوى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. نعم.